السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد من مطبخ ام فردوس. اليوم غادي نشارك معكم قريشلات بلديين بامتياز، كيجيو بنان وفي نفس الوقت كيجيو قطنين. كما كتشوفوا هنايا كنضغط عليها كترجع كتنفخ، وطريقتهم سهله جدا، والمهم المقادير ديالهم اللي ساهلين حتى هما، وفي نفس الوقت كيجيو شي حاجه طوب، ساهلين ساهلين وقطنيين قطنيين من الداخل لواحد الدرجه ما كتصورش. بقوا معايا، شوفوا معايا الفيديو والمراحل باش تشوفوا معايا طريقه التحضير باش ينجحوا معكم، وفعلا راه كيستحقوا التجربه. ندوز للمقادير وطريقه التحضير. المقادير هنا غادي نحتاجوا هنايا كاس ديال الماء يكون دافي، كاس ديال العنبه ما يكونش عامر حتى الفوق كما شفتوا معايا، خاصو واحد الصباع، كاس ديال الحليب يكون دافي، كاس ديال السكر سنيده يمكن لكم تنقصوا ولا تزيدوا. وهنايا عندي جوج بيضات، عندي معلقة كبيرة ديال النافع، أنا هنا استعملت النافع البلدي كيعطي مذاق أحسن من الرومي، إلا ما كانش راه كتستعملوا الرومي. وعندي واحد معلقة ونص ديال الجنجلان اللي نقيته من طبيعة الحال من قبل، عندي معلقة كبيرة ونص ديال الخميرة الفورية، خمارة حمراء، الدقيق حسب الخليط، وعندي واحد الفاني اللي تنسم، كتنسمو باش ما بغيتو، ممكن لكم تنسمو بالحامضة ولا مزهرة ولا قشور ليمونة باش اش ما كان عندكم وشنو كيعجبكم نتوما. كناخذ هنا واحد البانيو، انا غادي نخدم هنايا غير في البانيو، غادي ندير فيه سكر سنيده مع الماء دافي والخميره الفوريه، غادي نحرك ديك الخميره شويه باش تفاعل ليا مع السكر. كما كتشوفوا معايا كنخلطها غير بالفوي الاول، كنستعملوا فقط الفوي، راه ما غاديش نحتاجو ندلكوهم، ما غاديش ندلكو ما والو، غير غنخلطو الخليط. بقاو معايا تشوفوا معايا الطريقه. صافي، هنايا زدت الحليب وزدت كما شفتوا كاس ديال الزيت، كاس ديال الزيت ما يكونش عامر حتى الفوق، وجوج بيضات كما شفتوا معايا، كنتاكد باش ما تكونش شي وحده خاسره، كنهرس وحده بوحده. وهنايا غادي نزيد المقادير كاملين اللي بقاو عندي، كلشي غادي نجمعو في داك البانيو اللي كتشوفوا قدامكم. غادي نزيد هنايا الفاني، وغادي نزيد الجنجلان، وكذلك النافع. هنايا صونا التليفون وجاوبت ونسيت ما شعلتش الكاميرا، ضفت هنايا النافع والزنجلان والخميره بيكين باودر. صافي، وبديت كنضيف الدقيق كما شفتوا، راني ضفت شويه ديال الملحه، وكنبدا نخلط في الاول غير بالفوي حتى يبدا يتقل عندي الخليط. كما شفتوا حتى ولي عندي واحد الخليط اللي ثقيل، ما يقدرش مازال الفوي يقلبوا ليا، كنحيد الفوي كنخدم بيدي. هنايا كنخدم بيدي وكنضيف الدقيق شويه بشويه، الدقيق غيدي لكم 700 حتى 800 غرام ديال الدقيق الخليط كيكون جاري. اي قرص ماشي غير هذا، اي قرص بغيتو يصدق لكم يجيكم بحال القطن كما كنقولوا ولا بحال البونج، خص يكون الخليط ديالو ولا العجين ديالو يكون مرخوف. صافي، هنايا غادي نبقى نضيف الدقيق كما كتشوفوا، كنضرب غير شويه بيدي باش داك الدقيق ينسجم ليا مع المقادير وخصوصا الخميره. صافي، كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنضيف الكميه اللي بغيت ديال الدقيق، الخليط يبقى مرخوف. هاد الحاجه كنأكد عليها في جميع الفيديوهات اللي عندي فيهم القرص، راه كاينين وحدين اخرين فيديوهات واش ثلاثه، كاين ديال الرايبي ديال الخيزو، كاين ديال الكوكوت، حتى هما كيجيو فنين. وهذا ديال سميتو البلدي راه كيجي مختلف عليهم. صافي، هنايا ملي ضفت الدقيق الكافي كما شفتوا العجينه كتلصق ليا في يدي، غسلت يدي باش نعرف العجينه واش مازال خاصها الدقيق ولا لا. صافي، هنايا اكتفيت من الدقيق، ما غاديش نضيف مازال الدقيق نهائيا. كما شفتوا العجينه راه كتلصق من في اليدين، وكما شفتوا راه ما دلكناها ما والو، فقط هنايا غادي نجيب السلوفان غادي نلبسو لذاك البانيو. الا كانت عندكم شي بواطه اللي تكون محكمه الاغلاق كتسدو عليها وكتحطوها على جنب، كتغطيوها وقت البرد دابا باش تخمر. انا هنايا واخا هاد البانيو عنده الغلاقه ما كيتسدش مزيان، درت السلوفان باش نحبس فيه النفس، وغادي نغطي بالغلاقه، وغادي ندير مانطا فوق من هاد البانيو، وغادي نخليه الوقت اللي عندي. انا سبقته قبل ما ندير والو، خليته واحد ساعتين المكانه حتى درت الشغل اللي كان عندي، عاد رجعت ليه كما شفتوا راه اختمر. وغادي تشوفوا هنايا راه مازال ربطت الفيديو، كناخذ هنايا شويه ديال الزيت باش غنبقى ندهن يدي لان العجينه مرخوفه. هنا غادي تشوفوا تلاحظوا القوام ديال العجين كيف ولا، كما شفتوا هنايا العجينه مرخوفه وطالقه الخيط ديالها يعني خمرات، يعني العجينه كتصدق 100%، غير تبعوا المراحل. صافي، هنايا
كندهن ضروري كندهن يدي، الا ما دهنتوش يديكم العجينه غتلصق فيكم لانها العجينه مرخوفه. صافي كندهن يدي، كنكور الكويرات على حسب الحجم اللي بغيت، وحده كتكور على حسب الحجم ديال اللي بغات. انا هنا درتهم كويرات كبار. صافي كنحطهم في واحد اللاطه اللي كندير ليها ورق الطبخ، الا ما كانش ورق الطبخ راه كدهنوا فقط بالزيت، كديروا الزيت وكتحطوا الكريسات ديالكم. صافي هنايا كنحط كنشكل كويرات وكنحطهم في اللاطه اللي كتشوفوا حدايا، كويرات راهم كبار. صافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكور العجين اللي عندي كامل، كنكورو وكنحطو في اللاطات. وتبارك الله راه كيعطيكم كميه مهمه. صافي هنايا ملي عمرت اللاطات كاملين اللي عندي كما كتشوفوا، عطاني ثلاثه ديال اللاطات، واللاطات هادو اللي قدامكم كاين فيهم تسعود والاخرى راه فيها خمسه. صافي هنايا خديت بيضه واحده مع شويه ديال نسكافيه اولا قهوه سريعه الذوبان، غادي نخلط مزيان حتى يذوب النسكافيه ما يبقاش حبيبات، وفي نفس الوقت البيضه تطلق داك الخيط ما يبقاش فيها داك الخيط اللي كتهزو الفرشيطه ويتجبد. صافي كناخذ الكريسات ديالي راه كنبسطهم شويه، كنضغط عليهم ما كنخليهمش هكاك مقببين. القرص البلدي كنبسطوه هكا ماشي بحال القرص الاخر العادي، كنبسطو على شكل خبيزات. ما تخلي ما تبسطوش حتى يكون رقيق، خليو السمك ديالو شويه غليظ. كلهم غادي نبسطهم بنفس الطريقه. جات الشتا الله يرحمنا من عنده. صافي هنايا كما شفتوا راه بسطهم كاملين، غادي ندهنهم ديك البيضه اللي درنا في الاول مع نسكافيه، غادي ندهنهم. كدهنوا ضروري الجوانب كما شفتوا في الاول في الصوره، جاني القرصه ولا القريشلات كلهم محمرين من الجناب ومن الفوق، كدهنوا الفوق والتحت، ما كدهنوش غير الفوق باش الا تحمر يتحمر كامل، ما يتحمرش الفوق ويبقى لتحت ابيض. صافي هنايا ملي غادي ندهنهم كاملين الكميه كامله اللي عندي، صافي هنايا غادي نكملهم ندهنهم كاملين. وانا غادي نرش عليهم هنايا الزرارع، عندي الزرارع اللي مخلطين ديال الخبز فيهم الشوفان وزريعه الكتان وبزاف ديال الزرارع الاخرين، والنص غادي ندير ليه الجنجلان ابيض. يمكن لكم ديروا اي حاجه نتوما بغيتوا ومتوفره لكم، تقدروا ديروا حتى اللوز كونكاسي. وهذا الصوت اللي كتسمعوا كيقلش راه الشتا هذيك اللي كاينه على برا، الحمد لله. صافي غادي نرش هاد الزرارع والجنجلان على القريشلات كاملين، وهنا غادي نخليهم فقط 15 دقيقه يختمروا. غادي نشعل الفران تيسخن شويه وغادي نطفي عليه وغندخلهم 15 دقيقه. صافي هنايا ملي اختمروا كما تشوفوا راه طاف بالحجم ديالهم، غادي نشعل الفران تيسخن مزيان على العافيه متوسطه، وغادي ندخلهم حتى يطيبوا، نشعلوا لتحت من بعد نشعلوا الفوق. صافي وغادي نخرجهم. وكما كتشوفوا هنايا ملي خرجتهم كلهم محمرين كما قلت لكم في الاول، دهنوهم ودهنوا الجناب باش يجيوكم محمرين لون واحد. كما كتشوفوا كيجيو قطنيين بمعنى الكلمه، غزالين بزاف. وهنايا راه كنجرب لكم شحال من وحده، كنحط وحده وكنهز الاخرى. وعلاش انا كنجرب شحال من وحده؟ حيت كاين بزاف البنات كيقولوا لك لا كتجربوا كتصيبوا غير ديك الوحده اللي كتجربوا قدامنا. كما كتشوفوا هنايا راني جربت شحال من وحده، كلهم كتضغطي عليهم كيرجعوا يتنفخوا. ونتمنى فعلا يعجبكم هاد القرصه ولا القريشلات. كما شفتوا هنايا غادي نقطع لكم، كيجيو قطنيين كيجيو خفاف من الداخل. ولا عجبكم الفيديو دائما تشجيع لينا باش نزيدو نعطيكم ان شاء الله وصفات اخرين. كما كتشوفوا هنايا راه قطني قطني بمعنى الكلمه. يلا خليتكم على خير، الى الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.